بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هو درسي شناد كوساب سنة بابا كانوا كهلين أوها بركيس يا زيارة قبورها صالحين تا يا دعاء أكتر ذا نوع ديو يا ما كنت بركيسن الرود عيشته فضل عليه الهي وقبورها صالحين تكم ذهين بين هذا الهيني وحين كسر هذا إنه قبورها صالحين تا زيارة ذا يو بركيس كذا بينك أفر عشر لاشر عشر كسومري بينك عشر ربض ما كسومري لكن بركيسي أفر بينك كسومري إسكو حيجة دعاء الواقع دعاء استقبورها صالحين تعبت وضع وعن بريدة وعن يزيد بن أبي مالك وحلق وريي قال حدثني وحيشي كي يا أنس بن مالك أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال إنه يجري أتيت وحلقك يعني بدابة الدابد markuu ka sheekeynayo israax markii nabiga la guuraysay habeenkii la dheelmay samada la geeyey qudus la geeyey samadkii loo sii dhaafiyey buu ka warramay xadiidkan utiitu waa la ila yimi bidaabatin daabad daabad gaadiid la fuulo fooqa ximaar dameerkana ka sarreeya oo ka yar weyn waduuna baqali baqashana ka yar hooseeya farasna aan ahayn baqalna ahayn dameerna ahayn waa buraaqo buraaq wixii la oran jiray weeye daabadii la oran jiray nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam khadwaha tallaabadeedu cinda mutaadrafiha meesha ay isheedu ku dhamaato isheeda aragtideedu meesha ku dhamaato bay qoobka dhigaysaa markiiba haw haw saas u duulaysaa meesha ilka aragti bay dhigaysaa way ujeedadu bay qoobkaada dhigaysaa farakibtu waan fuulay wamacii waxay macay waxaa jibriilun malku jibriil calayhi salaam fasirtu waa socday faqaala wuxuu yihi malku jibriil inzil deg buu yihi markaan meel dhexmareena buu yihi deg fasalituku facaltu waan yeelay waan degay waan tukaday فقال ابن التريم اوكتهي اين صليت ماشي كتكتي ما قرانيسا صليت وحا كتكتي بضيبتها ما قال لي مدينه كتكتي وعن مركا دين مكا لا سو دهر بنبيغا وانت سو هاجرين ويه ويلها حق هذا المهاجر لو سو هجرون دون سو هجرون دونتا يدان سو هاجري دونتا مركا دوك بركيس ناب مرين يا النبي عليه الصلاه والسلام اولي كتكو وتبرك وبركيس اماكنت بركيسن او لا بركيسن يوي ثم قال وحن انزلتك فصليت وانت كذا فقالوا اتريم وقتها ما قرانيسا اين صليت ماشي كنت كتي صليت وحد كنت بطور سينا بورت لا طور سينا وله قران كشاغي حيث ماشي ويا كلام الله وله كل هذا الله عز عز لهاي وجل وين موسى النبي موسى عليه السلام وهي ماشي كنت كتي ثم قال انا وحد انزل دق فصليتكو فنزلت وان دقي أو صليت وان تكدي فقال وحي أتدري ما وقتها أين صليت ماشي كنت تكدي صليت واحد كنت تكدي في بيت اللحم ماشي على بيت اللحم حيث ولد عيسى وماشي النبي عيسى لو ضاي عليه السلام كسر هاتي ماشي النبي عيسى ولا شيء ثم مثلا دخلت وحن قال بيت المقدس فجمع علي ولا يسو أروري ليسو كل مية ألم بيا والنبي يش عليه الصلاة والسلام النبي يدري رم بقى النبي الله كان فقدمني واحد هرسي يهرم ريج جبريل ومجبريل حتى انت يا امامتهم انا امام نقضي وانا تشكي سلادي ثم دمت انا سعيد دوال لي كرسي بي انا الى السماء السماء الدنيا دوبا لي كرسي قلت وحان حديث وحليه فذكر السماوات وحشي سموينك اصبع تضلها ما حد يقول شو كوبيا فذكر السماوات سبع تضل سبع مرة وشاي ولم بيا النبي ياشي وشاي الذي النبي ياشي فيها نحن هذا الشوي سماو النبي هذا الشوي ثم قال دمت انا ثم سعيد بي ولا كرسي فوق سبع سماوات تضل سبع كركوضه تضل عرف كركوضه اللي جي فأتينا واحد تقنى سيرة المنتهى قلت كنا لها سيرة المنتهى ما تقنى فغشيتني واحد يدواش يقرس الضبابتهم بل بدو وكلاعبا ونور بدا فخرت وانا عيسى جدر أنا سجدت فقيل لي واحد لقولي إني أنا أقول مالتي يوم مالتي خلقت أنا أبوري السماوات سمويك إلهي بالله الله مالتي سمويك أنا أبوري والأرض أقولك أنا أبوري فرضت عليك واحد أقول فرض يالي وعلى أمتك هذه أمت دارة 50 صلاة كنت صلاة فقم أقم أو يستاق بها أيضا ومعناها صلاة قدو أنت أدق يوم تقوم الضاضبة فرجعت وحن كسو نقضي الله ورحمة نبي ورحمة فلما يسألني مسؤال عن شيء وحن يوم ودين وحن يوسو واتب يا ريا وحك ريا وحن يلهي عن نسنري يموسى ودين نبي ورحمة ثم دبت نعتيت وحن كسو نقضي وإميد على موسى نبي موسى وصمد اللي حدوك كتكي فقال وحولي كم فرض الله إلهي انت بكو فرض يا ري عليك كركاغا وعلى أمتك يوم الضاضبة قلت وحنا 50 صلاة كن صلاة كنت صلاة بلغ زواج بيان
قال النبي موسى وحي لي، قلت وحن رف... قال النبي وحي عليه الصلاة والسلام، قلت طبعا وحافظك حديثك وريه وعرية وصوكم كوبية. فذكر وحي شيخ أمر موسى النبي موسى أرنتي سي إياه وسكا، وأمري أمر موسى النبي موسى أرنتي وأمري النبي إياه وسكا بمراجعة النبي ربي يقول كل نقطة ليخفف سي وقف ضيو عن حقيسه على نحو ما تقدم سيدي هري إن رؤوسه شيخني صهر مرتي حديثي صهر مرتي حتى ردت إلى لعلي إلى 5 رواتب شن صلاة شن كان بيقول لها كنا غدر وشن سيدي حلو قردي أنا وحنا نتواجر سقال كنا مر بشن بلا قردي ده رواية قارن ليهن مركا نبي موسى إسقى وفاده بيقول إن أنفعي مدن النبي محمد رم أنفعي عليه السلام وحين أطري ثم قال وحولي فرجع كنا قال ربك ربك شن مركا لقى صدق يحضر ربك كنا قولي فاسأله سؤاله أما ويديسه التخفيف إنه كف الضيق مضى هذا كف الضيق فإنه أمر يشأني سيدي ضبا فرض وحى الله فرض يلي على بني إسرائيل هي بني إسرائيل فإنه إلهي فرض وحى كفر يلي سو فرض وحى كفر يلي على بني إسرائيل هي بني إسرائيل سلاتين اللي بصر الله كليه اللي بصر الله بلو فرض يلي فما قاموا وما يستاقن بها بهما لوضي لوضي صلاة بقدوم وعين فرجعت إلى رب ربك يا مكون عز وجل فسألته عن ودي ساعة تخفين وقف الضيق فقال لي وحي يقول لي إني أنا يوم ما عرفت خلاص سنوات سوين كان أبو الورد الرضا أبو ري فرضت عليك أيام كفر دير وعلامتك ما ترى 50 صلاة كنت صلاة فخمس وشني ب50 كنت بقول لك أنت كنت أجر كذا كنت كأن كل شيء شن ترى ما فقوم بقوم بهاي إذا أنت أضيع أمتك ما ترى فعرفت وحنا قصدي أنها تنضم وشن تحي بين الله يلحق السر إن هي كتحي سري إن هي كتحي قرآن معناه حتم واجب فعرفت وحنا قصدي انها من الله سر الله فرجعت وحنا نقول نقضي الى موسى النبي موسى عليه السلام فقال له ارجع نقو فعرفت وحنا قصدي انها ايضا من الله الهي حق تبارك وتعالى سر الله اي حتم انك طيب شري اي حتم واجب فلم ارجعكم من نقول اخرجه النسائي النسائي وصو صاري والبيهقي وبيهقي عن كبودي والبيهقي وبيهقي بسند صحيح سند صحيح حبيبي كوريا مركا waxaan uga jeednaa amaakinta barakaysan ee nabiga lagu dejinayo midalba kutub kale leeyahay ayaan uga jeednaa inay sunno tahay meelaha barakaysan ee ahlullaahiga amaakintoodii ama meesha lagu dhalay ama meesha ay maxaa ahay ilaahay kula hadlay ama meesha nabigu iman doono oo u soo haajiri doono madiina meelaha fadliga lahoo dhan in la barakaysto oo la soo siyaarto ayuu xadiidkan dalil u yahay wa qaal al-imaam ibn jarir al-tabari fi tafsiirihi imaamki ibn jarir wuxuu yidhi al-tabari طبعا ها في تفسير التفسير كسر حكولي رقم كا حدثني وحيش رقم كلا بكون ربعتم كون يصدح بقول يأفرتن إيش نعرض حكولي يا كم إذا ابن جرير التفسير كيس حدثني المثنى وحيش كي مثنى قالوا حدثنا سويد سويد بن وش كي قالوا حقبرنا وح نور ابن المبارك عن إبراهيم بن محمد بكوري عن سهير بن أبي صالح بكوري عن محمد بن إبراهيم بكوري وتابعها قال وحنا كان النبي النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يأتي كي تجا أما إمرا يا أيوها قبور الشهداء شهداء قبور هذي وشهداء أحد على رأس كل حول صلت كي ولب مرب شهداء قبور تجر النبي عليه الصلاة والسلام حديث كم حلق على زيارة سنوية إن زيارة حل الواقف طعم صلت كي مرة قد يكره mar walba in laga dhigo way fiican tahay jimcaha walba la siyaartaa fiican habeen walba in la siyaartaa fiican ninka heli kara sidii nabigu u siyaari jiray habeen walba oo guriga caayisha jooga oo quburaha baqay u siyaari jiray markay ku dhow yihiin oo kala dee habeen walba iyo mar walba la siyaaran karaa laakiin quburaha waxaa ka durugsan in sanadkii mar la siyaarto bishii mar la siyaarto adigu waa in waqti loo sameeyo tawqiid buu xadiidkan ka hadlayaa calaa ra'si xawli calaa ra'si kulli xawlin kulli xawlin sanad kasta madaxiisa ayuu tagi jiray maana markuu dhamaado fayaquulu xoran jiray السلام عليكم كل كنا صلى عليه أهاتي صبرتوا السلام عليكم بما صبرتوا بما ظهر كم قن بما صبرتوا بهاجرتي في وايد سانكو أرك جريم بما صبرتوا صبر كان صبرتين صبرتيس وايد قرآن هذا لنا فالنعمة وحى النعمة عقب الداري دارت أتشوكتان عيد الضمات كذا دارت أرك الشيء بس نضع عيد الضمات كذا النعمة عليه ونحسن وأبو بكر يوم عمر رسول الله سمعت له وحضار وعثمان يوم الرأس الحول سنة كم مضحي سأي أترك جريم رسول زيارة جريم وقال ابن كثير وحي لي في تفسيره التفسير كذا وحكولي لي جوز كاست سيدادات صفحة بقول يلا بعطنا يا بقول يا صدني سغالات
وقد جاء وحا كتمد بو يري في الحديث حديثك وحا كيمي حديث انا مركا شيء هذا انصر شيء ان رسول الله اله رسولك صلى الله عليه وسلم كان انه يزور كي زيارانيا قبور الشهداء قبر رياض الشهيدين ام حبالها شهيدات شهيدات الجهاد ككل انت قبورها ذو زياران جري في رأس كل حول سند كاست مدحيس معنا بلويس فيقول حرن جري اللهم يقول حكور جري سلام عليكم كركين السلام عليه آهاتو بما صبرتم بسبب صبركم صبرك إن صبرتين سببتيس إذا كنت صبرتين دينت إلهي كنت صبرتين إذا كنت جهاد دين فالنعمة وحان نعمة له عقب الدار دار تعد الذنبات كذا دار تعد قشينا كنظا عد الذنبات كذا نعمة له أول ناس وكذلك ساس سكر أيها أبو بكر أبو بكر عمر أبو بكر عمر ساس أسي يا رجل يجونا سنة كي بمر أنت هلك أوحى بكرة ما ضي هذا الكي ابن كثير معنا حديث كانوا أيده يا مركان وقد جاء في الحديث بقول حديث وحكوت بولي وأخرجه انظر كفي للتفسير تفسير الطبري تفسير الطبري نفيري مركز التفسير من كثير بقى صورني واها جزء السيدات بقى بقول يو صدني يا سجال حتى لو واحد كفي رسالة سيدة وكلا إسلام وريني تفسير الطبري جزء صدح تمناب سن هذا بقول يأفرتني يلبو رغم كان هورين أصول شغل الحديث وها لبعتن كن يصدح بقول يا فرتن يشن او اها تفسير الطبري حديثي بيس صفحة دي يجوز كي رواكوها يجوز كي صدح التمنات صفحة دي بقول فرتن يلا بعد واخر جي وحا صوصر عبد الرزاق في المصنف حافظك عبد الرزاق بن الحمام ايا وحكور يا مصنف كتاب كلي له عبد الرزاق بن الحمام ارمي قارب الغي وعبد الرزاق هنا نجي موضان عبد الرزاق بن الحمام حافظك وينا بخاري يا مسلم يا إمام إمام أحمد بن حنبل شيخ خذي هوي حديثك أبو شيخها مش أخذها وين ولا شيخ خذي وين حق حديث عبد الرزاق بن الهمام أصلا عاني يبقى الرجل الرسن عوها وريا منا بالرقم بحكوري رقم كه مصنف كتاب في سلالة ذو لحكن يتضبق اللحية طبعا يوجزك الله بعضه صفحة ده فاسوا رقم كحديث كتريز صفحة ده شنبق يتضواتنا السدحات عن رجل من المكوري من أهل المدينة في المدينة عن سهيل بن أبي صالح مكوري به بهذا السند سند كا سهيل بن أبي صالح أنه هو رأسه مرهو أنه كسور أني محاي من الجليل الضبري وكسور يعني محمد بن إبراهيم وكان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يزور يأتي قبر الشهداء قبر الشهداء تجري على رأس كل حول حديث كاس به بهذا السند مكوري ووصله واحد وحرينتها وحلق وضع أول تابعي باي النبي النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وحشاقي وصحابي رشاقي صحابي وكوري البيهقي وبيهقي وحديث متصل كده جاي من حين رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في دلائل النبوة بكوري جزك الله بعض الله بقول لح من طريق مصابر يعقوب عن عباد بن أبي صالح وكوري عن أبيه أبي سكوري عن أبي هريرة وكوري مرفع النبي وكري صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وحجري نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم كي زيارة قبورها شهدت سنة كمر مرك حديث كساس متصل كوي هاي لبر رواية أو مرسلة هي رواية متصلة وي أيو ليه مرك حديث كني واي ووصله البغفي دلائل النبوة بكوري من طريق موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وعن البيهقي بيهقي حقيسه أيان نقله حكى الصوري ابن كثير أيضا نقول نغيه مر لبعض هذا في البداية والنهاية أول ابن كثير تفسير كوشاغي هذا أن البداية والنهاية وكوشاغي جزء أفراد صفحة كم تنين كوبات ونقله حديث محصور ليسنا الحافظ السيوطي حافظ جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمعثور كتاب كان له التفسير كأهل إلى الدر المنثور جوهرتي الفردية جوهرتي الفردية أما اللي يعي وكسب سنة في التفسير التفسير كه لو تفسير القرآن بالمأثور وحل سوري يلا صور الرأي وما حديثة أما أثره جزء أفراد بقى بقول يسجال بكوري سيوطنا وعزاه سيوطي وحكتير يا حديث الأولي بولي إلى ابن المنذر حافظ ابن المنذر بتفسير سكوري وابن مردويه يحافظ ابن مردويه عشان تفسير سكوري والله إمام السلف كبدا والله برضه بتفسير المسند لها يجوا حكوريين من حديث أنا سمع مالك ولدها أبو هريرة كوريين بهقيه كان وحكى كوري أنس بن مالك مرفوعا سنة كاس صدحات وفراد وليه
وروى البخاري مرفوع عن يد النبي لو كريالي صلى الله عليه وسلم، قال لي كان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم يزور قبور الشهداء وراح شهدته سيارة جري على رأس كل حول سنة كي والله مر بسيارة جري. وروى البخاري بخاري وحوري أو كوري صحيح حيثة رقم كأفر بقل يا أفر تاني يلابو، ومسلم مسلم لأوري رقم كلابا كن يلابو بقل يسقاشني له. عن عقبة بن عامر وحكوري رضي الله عنه قال وحري صلى الله وتكذي رسول الله رسولك إلهي بات كذي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد دقال كي أحد كوي لقو دلي لقو لايي أصحابت لقو لايي بكوت كذي بعد 8 سنين 8 سنين سداد سنة كبعد مركي الانتين سداد سنة انتي عصنايا كذب أيو النبي قبوره دي تتغي بكوت كذي سيد جلاس سنة جلاس دي وكلا كلم ودعي سيد روح سقوتي يوكلا أما مع السلامينية ليل أحيائي ولا أمواتي دفك إنه والله دفك إنه تمام ودائما النبي يقول حلق ودمانية يكون دويد عليه الصلاة والسلام ستة سنة كذب وحي يكون دويد حلق النبي ودمانية عليه الصلاة والسلام مركا سيدي واحد سقوتين إياه دفك إنه نولا وأصحابتي هاي دفك إنه تمام هرقور كهالا أيو كسوت كذب وفي لفظ لفظ كان روح لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ما لين بو بحي فصلى وحي كسوت كذب على أهل أحد غير أحد دقالك أحد كوي كل انتهي صلاته سيد وقلت كذا وكلا كصلاته سيد تكشري سو كلا على الميت ميت وقلت كن تري وكلا صلاة جناس وشوف كذا رواه البخاري البخاري ووري رواه الضمبي وصلاته على الميت ضحيصة كن يصدح بقول يا فر يا فر تنبكوري رقم أو صحيح البخاري ومسلم ومسلم باوري لو كن يلا بقول سقاش اللي بكوري صحيح مسلمة من حديث عمر بن عامر بكوري رضي الله عنه أيضا لو نغيه ثانيا مرة بعدك واستدل واحد لشدين أئمة الأحناف إمام يد حنفية ملت حنفية وحود الشدين على مشروعية الصلاة إن لو قلت كذو صلاة إن شرعت هاي على شهيد المعركة دي روح الشهيد كجوابت كل أنت جوابت ضاق على كل أنت إن لو قلت كذا يود الشدين صدق لما هو ذكر ما قبل إن لو قلت كذا شهيدك والنبي كمت كذا ما لتروح بدك كمت كذا يبدر تونا هذا ناس ديت سركت ما دام وكنت كذا بيدهن واحد دليل وطاي إلا قلت كذا شهيدك ويوح قبل شهيدك إلا قلت كذا حنا في يده حديث كنا نقدر الشهيدين على شهيد المعركة بصلاة النبي بيقدر الشهيدين النبي صلاة ديس وكنت كذا صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد شهداء أحد قال عين يحافظ العين وحجري البخاري شرحي وكما ذا إمامية حنا في يده رحمه الله تعالى قال الخطابي خطابي وحجري وسنة أبو داود كشرحي سنة أبو داود كشرحي فيه حديث محاكسه كان أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إنه كنت كذا على أهل أحد غير أحد طيال بأحد أصحابتي كل ما تأينه كنت كذا بعد مدة المدكد لما شضوا هذه المدكد فدل أحد لأنه نقضي حديث كني على أن شهيد شهيدكو يصلى إنه كنت كذا عليه كركيسة كما يصلى سيد لو كنت كذا على أن ما تعيد لما تأكله حتى أنفه إسكي إسغال ما تبص إسغال ما تأي حتى أنفه وكلمات عرض استعمال حتى أن في أصل كذا مركل لك القاضي وحنا قلنا سام أو تفسير الحرف اللي استعماله أن تفسير المعنى على استعمالين حتى ما معنى سمين وزمرك حتى أن في سنكيس هلاقي سمين وقلنا سام سنكيس هلاقي سؤال تاني مركل سنكيس هلاقي سو حلو كذا هم مركل تفسير المعنى على سمين أو تفسير كمعنى لقى قاطه حتى أن في قفكي بس سكاد تاني وين إيش كي سكاد تاني بلا دل بلا بلا دعاء سكاد تاني وين وإليه كلمة دا سيدا قفك إسكي سجد أن تسير لو قلت كذا إن شهيد كان لو قلت كذا ذهب وحكوت كذا بحنا في طالع حنا في بوي خضاري وأول الخبر خبر كي هو أولي حديث كي هو أولي في ترك صلاة صلاة اللي جت هاي عليهم كل كذا لو قلت كان يوم واحد مالتي واحد حديث كي شيء جي أنا لو قلت كان مالتي واحد حديث كذي شيء جي أبا حنا في هو تأويله وحكوت تأويله على معنى اشتغاله نبي هو مشغول صناعة أصحاب طبعا عنهم يجت كشوط هذا حق هذا وكم مشغول صناعة وقيل تفراق فراقنا وما هي فراق ضع جريد لذلك أنا كسو ما نبدأ قال والله شوي وما هي ضع عياله وما هي بيحد ورجع حد بعطيه ما هي بيحد مركو إن لا عصوا ويا الله لو عص إنتو كشيو مشغول بلاجها بوقف تصير يا أبو حنيفة وكان واحد يوم ما صعب أنكو أبك أنا مسلمين مسلمين كو ساسو معناه كو تصير فعذروا ولا عذر داري بترك صلاة صلاة دك تجي ستي عليهم كل كذا يكتو كذا
salaada ay ku tukadaan shahaadada korkooda waa loo cudurdaray. Intaa halkaa waxa ku dhamaaday wixii uu soo raray khidaabi ka soo raray isaguna uu yidhi Imaamulcayni. Intaha way ka dhamaatay, way kasoo dhamaatay. Ka fiiri min cumdat ilqaari akhriyaha tiirkiisa kitaabka la dhaho bisharx saxiix albukhaari, sharx saxiix albukhaari juska 20aad 492 oo uu qoray xaafid alcayni. Amaa jamhuur culamaa miya, culamada jamhuurkooda siday qabaan, culamada intooda badan madaxyaweyntoodii waa 3 madaxood oo kale, shaaficiya iyo maalikiya iyo xanbaliya, alladiina kuwa yaroon u arka ana shahiid almacrikati, shahiidka goobta macrika, waa meesha rigrigada dagaalku ka dhacay baa lalahaa rigriga, meesha laisku jeeday waa goobta dagaalka un. Ana shahiid almacrikati goobta ama rigrigada, shahiidka ku shahiida laa yusalla calayhi inaan lagu tukanayn qolada qabta. Faqad ajaabu, waxay kaga jawaabeen can xadiidi cuqbata bin caamir, xadiidka cuqbata bin caamir oo odhanaya nebigu 8 kadib yuu shahaadada uxud ku tukaday. Asaabiq ee soo hormaray waxay ka jawaabeen bicidati ajwabatin, jawaabo dhowr ah ayay ka jawaabeen, dhowr jawaabad. Kow, ana almaqsuudata waxaa looga jeedaa bisalaatihi nebigu uu ku tukaday marka la leeyahay calayhi salaatu wasalaam calaa shahaada uxud, uxud shahaadadeeda waxaa laga wadaa uu ku tukaday ay annahu isagu dacaa lahu u duceeyo wey, lianna salaata luqatan iyo ducaaw salaad kalmada ilaah luqad ahaan waa duco salaad, sida loo yidhaaho kale qofkii intuu weysaysto isagoo weysa qaba salaadu kale oo halkiisa iska fadhiyo ku wardiya ilaa salaadu kale soo gasho salaad calayhi malaa'ikatu malaa'ikatu ku salida macnaha waa duceysa waa laga wadaa marka waa duco luqad ahaan uu usoo duceeyey wey wey, oo luqad ahaan bay isticmaaleen salaadii ahayd muxuu ahay isdilaaxa ahayd oo salaadii la yaqaanay oo ahayd muxuu ahay salaatu janaasada caadiga kuma soo tukan. Labo, ana haada arrinkaasi bay dhaheen salaada nebigu ku tukaday khaasun waxay u khaas tahay bishahaada uxud, cid kaloo shahiid lagu tukaday lama arage, shahaadada uxud bay khaas tahay iyagoo dhantay lagu tukado. Bedeliil waxa u daliila anu isagu lam yunqal lama soo rarin anuu nebigu sallaa inuu ku tukaday calaa qayrin qeyrkoodaban shahaada shahaadooyin kala. Saddex, ana haada arrinkaasi khaasun waxay ku khaas tahay bihi nebiga u khaastay sala allahu alay waslam, oo shahiid iyo cid rabo uu ku tuki karaa nebigu, shahiid iyo weli iyo cid kasta uu ku tuki karaa isagu khaas bay u tahay, dad kale kuma tukan karaan shahiidka. Qaala ibnu xajar wuxuu yihi saddexda qodob bay ka jawaabeen iyo wax lamid ah. Qaala ibnu xajar wuxuu yihi alcasqalani raxima allah tacala waa fatxulbaari fi lfatx, kitaabka fatxi la yidhaha wuxuu ku yihi fatxiga waxaa laga wadaa fatxulbaari mar hadii la iska soo koobay waa la iska yaqaanaa cinda almuxadithiin ama cinda ahli lcilmi fi lfatx hadii la yidhaha fatxulbaari inuu yahay ibnu xajarna la sheego waa la garanaya inuu fatxulbaari yahay. Fa ina salaatuhu buu yidhi salaadiisa uu ku tukaday calayhim dushooda taxtamilu waxay ixtimaali kartaa ama ka suurtagala umuuran arrimo u qara kale oo aan ahayn shahiid lagu tukaday aan ahayn ayaa suuragala. Minha waxaa kamid ixtimaalada waxaa kamid ah an takuuna inay ahaato min khasaaisi nabiga ina khaas utaha la dhici karta sala allahu alayhi wasalam, waminha waxaa kamid ah an takuuna inay ahaato bimacna ducaay duca macnaheed inay tahay macnaa usoo duceeyay laga wado kama taqadama sida hore usoo sheegnay. Uma iyadu hiya waaqicatu cayni waa arrin halmar dhacday, waaqicatu cayni waa cayn halmar dhacday, waaqico hal cayna dhacday laa cumuma lahaa laa cumuma fiiha, caami kuma jiraan, shahiid kasta lagu tukado maaha, hal maalin buu ku tukaday weligeed buu lagu tukanayaa maaha. Fa kayfa sidaaba yantahidu ugu hinqaan kartaa, hinqaan kartaa hinqasho sidaaba ugu hinqaan kartaa alixtijaaj biha in la xujeysto lidafci xukun, xukun in lagu difaaco qad taqrara sugnaaday oo ah inaan shahiidka lagu tukan xukun sugnaaday oo weligii soo jiray oo weligiiba nabigu uu ku tukan jiray shahiid kasta, hal maalin wax dhacay in lagu buriyo oo aan caam ahayn hal maalin dhacay see u dhici kartaa oo xujo ugu hinqan kartaa. Intaha halka waxa ku dhamaaday min fatxilbaari baan kasoo raray fatxilbaari sharx saxiix albukhaari. Wa qaala alxaafid cabdiraxiim bin xuseyn alciraaqiyu, xaafidkii loola jiray cabdiraxiim ibnu xuseyn alciraaqi oo ibnu xajar asqalaanigan sheekhiisi ahaa wuxuu yidhi waama hadii salaatu salaadan miya fa fiiha, iyadana waxaa ku sugan jawaaban laba jawaab baan kaga jawaabayna. Axaduhuma midkood waxa weeye ana muraada waxaa looga jeedaa biha salaada uu janaasada ku tukaday qubuuraha shahaadada uxud adducaa uu usoo duceeyey baa laga waday salaadii luqadda ahayd baa laga wadaa, luqad ahaan baa salaada duca loo dhahaa. Walaysa maaha almuraad waxa looga jeeda baha iyada salaata aljanaasa, salaatu aljanaasa loogama jeedo almacuhudati la yaqaanay loo caado lahaa. Qaala nawowi imaam nawowi wuxuu yidhi ey ducaa lahum uu duceeyey biducaai salaati lmayt, wuxuu ugu duceeyey ducadii salaatu lmaytka, salaada maytka loo tukado ducadii loogu ducan jiray buu duceeyey allahuma gfir lahum warxam oo kalaa buu ugu duceeyey ee salaad caadi kuma tukan.
salaatu wajah saad kuma tukun banoo yiri watan kala badna wuxuu leeyahay annaha iyadu qol kala badna waxay makhsuusta waxay khaas ku tahay salaadaasi bishaada iyo shahaadada waxay khaas ku tahay oo cid kale nabi ku tukan lama arag fa innahu amr ya sha'niya lam yusalli kum musa tukan alayhim kurkooda qabla dafnihim aasidoodi kor bu kuma tukan markii la aasay kor bu kuma tukan yaa la aasin kama huwa almahud sidii loo caad lahaa fi salaati jira salaatu jinaasada sidii loo caad lahaa uma tukan wa innama ay kala ma hay salaa wuxuu ku tukan alayhim shahaadada wuxuu kurkooda في القبور يا قبورها كنت كده بعد 8 سنين 6 سنة كذب والحنفية حنفية لفت وضو الحديث كان دليل شذي يمن عمره وين بديدان أصلا على قبري قبري اللي ودلت كده مطلق جبيها بما هو قلا قبري اللي ودلت كده مركز سيد دليل شنا الحديث كان يقوم قلا قبري اللي ودلت كده حتى حتى قبري اللي ودلت كده سيد دليل شذين شهيد بالله ودلت كده بوليه والقائلون كوه كوه الله يا بالصلاة اللي ودلت كده على القبر قبري كركس اللي ودلت كده أنا يقيدونه وحكو قيدان وشرط يقعد كان بمدة المخصوصة مدة خاصة إنه وحي العاصمة أو كلي إن شاء الله العاصمة أو كلي أفل الصعيد بيكون قيدا قرض أو قلي لعلها لقيا لقيا فائتة صلاة تكتب أو كلام بركة تاي بيكون قيدا فائت إن كانت تكتب لوت كان صلاة دي عادة مثلا لوت قبر لوت في كرب إليه لعلها لقيا فائتة إن تكتب هنا هلك صلاة لقيت قيدا تاي ولو كانت هدتها صلاة عليهم salaada lagu tukada korkooda oo ku tukaday waajib tarade waajib tahay lama tarakaha korka rabo nabi kuma tageen fil awali markii horeba awalkii hore ee dhintaan baa laga tageen marka salaadana waajib ma aha waa salaad la isaga duceynayo ducaa baa ahayd intaa halkaara waxa ku dhamaaday hadalkii xaafid cabdiraxiim bin xuseen alciraaqi waxaan ka soo raray min darx tafriib sharx taqriib kitaabka lahu sharx taqriib baadi baa laba jeerga taqriib way taqriib يا ذا يرى ذا الحانشين من شرح التقريب وي كتاب كلا شرح التقريب ضرح التطريب أو شرح التقريب اللي له أو قرر العراقي حافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي باوض له يولمني ويلكسي باوض له ويلكسي وليدنا العراقي وسوى ذليهن حيث المال أكمله كامل يلي أثر كلا واضح كامل يلي كتاب كي يقول أما يستلم الشيخ وفادي شيخ عبد الرحيم بن حسين العراقي ويلكسي وليدنا العراقي كامل يلي مركز سلاس يكون ذليهن ضرح التطريب شرح تقريب يجا وضعه سجي ويلك سوا وضعه جزء كستحاد بقى الله بقول يستقال يشان يشان بكوري بسيدا كوري ومثل هذا سلا سوا كلا وحال لبدا حديد كعصوش يقني وحال لبدا سنة وقوره كل تكذب النبي عليه الصلاة والسلام ما صح وحي عن صحي ورواه مسلم مسلم وريي في صحيح صحيح سكوري ورواه مسلم في صحيح هذا الموقف النبوي ما كان استاجع النبي واستاجع قبر قبرها النبي قال ماذا سوى زائد هذا الموقف النبوي من هذا الموقف النبوي من هذه القدرة عادي لو كرتها من هذا الموقف النبوي موقف كان النبي وكتب قبرها عليه الصلاة والسلام مركب من باطل كقدرة استر من هذا الموقف النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة هواني سوداء مذو ba kaana dhahayd taqum tii fiiqda ama xaadha al masjida masaajidka oo shaaban ama wiil dhalinyara labada mid buu ahaa ayaa shaku mina raawi raawi baa shakiyey wiil iyo gabadh wuxuu ahaa wiil baa qabri masaajidka fiiqi jiray ama gabadh baa masaajidka fiiqi jirtay islaan madow oo afrikaan ah oo xabashiyada sida dib xadiidku ka sheegi doono xabashiyad ba dhaaltay saxaabiyadna ah fafaqadaha waxaa waayey رسول الله رسول الله وآي وتبي صلى الله عليه وسلم عنها حق هذا أو مس عن حق يس ولا راوي وشكو من راوي سوى شكو من راوي لهين وقبله يكون عند هين ويمن ضارا فقالوا واحد هن فسألوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها حق هذا عنها حق يس وحيد ماي أو ما يضيب ويد فقالوا واحد ما تقول أنت أنا وايد ما تي قالك فلا كنت ما لهاتان آذن توني ما دي أوجسيسان كوي أوجسية ما لهاتان قال وحده فكأنه محل مودة شغرو إن يرايستن أمرها أرتيلا ويسن النبي صلى الله عليه وسلم أوجسين سادرتيل إن يسافر سوق أوجسين بعد مودة وأمرها أمرك يسير يرايستن أمر أرتيلا دول إني هن أمرك يسير هذي دمرت هن أمرك هذا يرايستن فقال وحده دلوني يتوصى على قبرها قبر جد يتوصى فدلوه هو يتسير فصلى وقلت كذا عليها كركان يضع قبرك بشبت كنت كذا ثم قال ده بتنوح ويجي إن هذه القبور إن هذه القبور قبر يضني مملوءة وابد بوحدة ظلمة قذعر يمجد بك بوحدة.